السلام عليكم. اليوم حنا كنتواجدوا في واحد الحفل زفاف سيدي علان البحراوي، الجمعيه الخيريه اللي كتشرف عليها سعديه صنيبه السباعي. اليوم كان حنا جمعيه المغرب الكبير العربي، حتى حنا الدور ديالنا كنساهموا في هذا العرس الخيري اللي ديال 6 اليتيمات، والحمد لله هادشي كيشرفنا وكيشرف الجمعيه ديالنا، وضروري كنساهموا لا بالقليل ولا بالكثير. واليوم انا زدت يعني جيت سعيده في هذا النهار، لحقاش كتشوف كلشي كيساهم الحمد لله، جمعيات اوركسترات حتى الخياله جاوا، المصورين لا مدير المسجد علان البحراوي تيفلات، يعني الحمد لله هذا غير حفل ديال الزفاف ديال 6 اليتيمات، وان شاء الله يوم الثلاث غادي يكون العرس الكبير في قاعه السلسله بطانه، فغيكونوا فنانين مشهورين. وكنشكر هاد الفنانين اللي كيساهموا وكيديروا هاد المبادره طيبه، وكذلك كنشكروا الناس يعني المصورين ولا الناس النادي تيفلت حتى هما، جمعيه نادي تيفلت هما ساهموا اليوم، يعني جاو كيساهموا مبادره طيبه عندهم، كنشكرهم بزاف ساندونا في هذا اليوم، ونتمنى ان شاء الله التوفيق. وكناشد الناس المحسنين يعني تعاونوا بحال هذا الحفل، راه حنا فرحنا يتيمات، راه كلشي فرح. ولكن ما قال الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام، انا وكافي اليتيم كهاتين، اللي كيتكلف اليتيم يعني باب من ابواب الجنه، والله يعني يقوينا وباش نديروا اليد المساعده بحال هاد الناس هادو. وحنا كجمعيه مبتدئه، فحنا بحال هاد الحفل او لاي حاجه ديال الاحسان فغادي نساهموا بها بكل مجهود ديالنا. وكنشكركم، كنشكر الكل، وكنشكر الناس اللي ساعدوا هاد الجمعيات واللي يعني شاركوا في هاد العرس الكبير اللي هي فرحه كبيره لليتيم.